اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اول النهار، الفقره الخاصه بالتغذيه الطبيعيه في رمضان. للاسف شهر رمضان المفروض يعلمنا ترشيد الانفاق، ولكن بنفاجئ في نهايه رمضان ان عيادات السمنه كلها مليانه وناس كتير جدا وزنها زاد مع شهر الصيام. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي زياده الوزن الاكثار من تناول اللحوم. الاكثار من تناول اللحوم يؤدي الى مشاكل وخيمه، من ضمنها زياده الوزن، زياده الدهون في الجسم، امراض القلب، تصلب الشرايين، امراض الكلى، وللاسف بعد فتره من العمر اللحوم الحمراء فيها ارتباط وثيق بالسرطانات، خاصه سرطان القولون. من ضمن الاشياء المهمه اللي لازم نعرفها ان هناك بعض الاغذيه الطبيعيه اللي ممكن تحد من ارتفاع حمض اليوريك او الحمض الذي يؤدي الى مرض النقرس اللي يسموه داء الملوك. فيتامين سي من ضمن الاشياء الجديده اللي ابتدينا نركز عليها كوسيله للحد من مرض النقرس. بنلاحظ دلوقتي ان لاول مره في التاريخ اصبح عندنا دليل علمي يؤكد ان كل ما زاد فيتامين سي في جسمنا قل عندنا النقرس. ولاحظوا ان احنا لو تناولنا مثلا من 500 ل 1000 ملي جرام فيتامين سي في اليوم تقل نسبه النقرس 17%، ولو احنا خدناه من 1000 ل 1500 يقل 34%، ووجدوا لو لقيناه من 1500 ل 2000 يقل حوالي 47%. بينتج عن لما اللحوم بشكل عام احماض، والاحماض دي خاصه الحمض اليوريك ده بلورات في الدم تزيد، واما تزيد تقوم تترسب في المفاصل، يعني ممكن ترجع للمفاصل بتاعتي خاصه المفاصل الكبيره عند الاصبع الكبير في القدم، ممكن الاصابع الاخرى، وبعد شويه ممكن تترسب في غضاريف الاذن او في الكليه نفسها، بتعمل لي حصوات وفشل كلوي، او في الكفين او في القدمين، او تعمل تشوهات رهيبه جدا، او تعمل غضاريف برضو بتتكلسها، او عضلات الجسم نفسها تبتدي تتكلس. برضو ممكن تخلي الخلايا الاكولة، الخلايا المناعة المناعية الشهيرة تتأثر برضو مع تراكم هذا الحمض، وده برضو يأثر عليها ويبتدي الخلايا الأكولة تحاول تفتت هذه البلورات، وده يخلي ألم شديد خاصة مع الليل، خاصة مع الحركة، وتلاقي بعد كده الأصابع القدم بقت حمراء ومتورمة، يحصل فيها التهابات، ويبتدي الإنسان يعاني نوع من الإعاقة الخفيفة عشان هذا الحمض. برضو أما يجي يأثر على الكلى ممكن يؤدي إلى مشاكل في الحصوات، مشاكل في خروج البول، أو بعد كده ممكن يعمل مشاكل في الكلى وظائف الكلى نفسها، ويؤدي الى بعض القصور في الكلى. الالم بيتميز بان هو الم بيبقى ليلا ويزيد مع الصباح، ويزيد مع الحركه، ويزيد برضو مع العمر في البالغين اكتر، وكل ما تقدم العمر ومع السنه ومع زياده الوزن مع زرع الاعضاء، او الناس اللي بتشرب كحول، او اللي تعرضوا للسموم الثقيله زي الرصاص. احنا بننصح للتخلص من هذا المرض واللي خايفين منه ان احنا نشرب مياه بفواصة، ان نبعد عن اللحوم الحمراء على قدر الامكان، ان احنا نتناول فيتامين سي اللي هنقول بقى، مش هنقول بس الليمون والبرتقال، اللي هنقول الموجود في الجوافة والكيوي والبروكلي والفلفل بألوانه، والعشاب العطرية كمان زي النعناع واليانسون والبابونج، ونقلل على قدر الامكان من اللحوم الحمراء والأغذية المصنعة والقهوة ومركبات الكولا والشاي وبرضو البقول، ونحاول نتحرك على قدر الامكان للوقاية من هذا المرض، وكمان نحاول ان احنا نتناول الكثير من الخضروات الخضراء الورقية الطازجة، وبرضو نكتر من البقدونس، برضو مهم جدا للتخلص من هذا الحمض الكئيب. ونشوفكم.